مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو، هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا يعني انت الحين بدون سيارة؟ يعني كمل يوم كذي لحد ما اشتري لي واحدة مناسبة، بتكون عندي سيارة ربيع. يا ريتك ما سمعت كلام خالك بالخير، تكذيبة تتبهدل. هذا الشيء كان لازم يكون من زمان. أنا في السنين الماضية كان كل همي أن تكون عندي سيارة فخمة، لكن الحين في شيء أهم من السيارة. البيت والمصاريف؟ البيت، الزوجة. تفضل يا بدر، المعامله انتهت مش الموظفين. شكرا يا ربيع، اسف على تعبتك معاي. لا تعب ولا شيء، هذا واجب، وبعدين هاي الاجراءات احنا مرينا عليها وعندي الخبره الكافيه. اي والله ما باقي الا توقيع الوالي وتكون المعامله جاهزه. تعرف ان زين طلبك بناء ما هو شراء. انا بعدني افكر في هذه المساله، مع ان الشراء اسهل. لا 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 لا، خليك على البناء احسن لك. هو صحيح تعب ومتابعه وخلافه، لكن على الاقل تضمن لك بيت نظيف. كيف يعني؟ ما فهمت يا اخوي. في هناك مقاولين يبنوا بيوت يبيعوها جاهزه، وتعال شوف البيت، الابواب ضعيفه، والادوات الصحيه رديئه، والخارطه غير مناسبه. هذا عاد اذا كان لك حظ وطلع البيت ما هو مغشوش في عمليات الحديد والاسمنت. لا مو معقول اني اشتغل في شركه هندسه ومقاولات وما اعرف ابني بيت لنفسي. بعدين يا أخوي يا ربيع، هاي المسألة مسألة ضمير أولا وأخيرا. الضمير معدوم في هالأيام يا صاحبي. يوم بعد يوم أكتشف أن في داخلك شيء كبير ما تريد تفضل فيه. كل شيء في وقته يا صاحبي، المهم أنت اجتهد في موضوعك. أنا باجتهد علشان أرتاح. هاي يا ولدي بشر، ان شاء الله توفقت.
اللي مثلي لابد أن يكون التوفيق حليفه. وابختي يعني قبلوك؟ أرجوك يا أمي من غير إهانات لو سمحتي. وابوي أنا قلت شيء غلط؟ طبعا غلط، غلط أنك تقولي قبلوك. ها؟ أيوة الصحيح أنك تقولي قبل تشتغل معهم. اللي مثلي يا أمي درسوا النقد وعلم النفس قليلين ونادرين. على الثقافة تتفجر في راسي مثل البركان الهادر بلا قرار ولا نهاية. المهم يا ولدي الله يوفقك إن شاء الله. يلا عدتنا سائرة. قبل لا تروحي يا أمي أنا بغيت منك طلبات. خير تبغى أغرف لك غدا؟ لا 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 في شيء أهم. خير إن شاء الله. ها على يكون باغي تتزوج؟ لا 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 سالفة الزواج هذه بدري خليها بعدين. بدري من عمرك يا ولدي؟ كيف يعني؟ ما تبى تتزوج؟ أنا أتزوج يا أمي لما ألقى البنت اللي تفهمني من غير أنا ما أتكلم، اللي تحس بنبض أفكاري وهواكسي، اللي تشاركني هموم الفكرة وتعقيد الواقع والعيش في غياهب المستحيل المحتمل. ها يا ولدي أنا ما فاهمة شيء بو أنت جالس تقوله. أنا أرجوك يا أمي بغيت منك مبلغ حقير لشراء سيارة. سيارة؟ أيوة علشان أقدر أتنقل بسهولة يا أمي. تبى تتنقل بسهولة؟ طبعا. انزين عقب أبوي حرصني أنا أسير وأريد وبعدين نكمل كلامنا. زين؟ يلا سيارة. ما سألتني لهين سايرة؟ وليش بس أسألك يا أمي؟ أنا مثل ما أريد الحرية لنفسي أريدها لغيري. Go ahead mom. هذا انت؟ مساك الله بالخير يا خالتي أصيلة. نعم خير. ما حد غيرك ممكن يساعدني ابدا، ما حد غيرك. انت دومك تقول هذا الكلام يا محمد، لطيفة ما تستاهل اللي انت تسوي فيها. غصبا عني صدقيني غصبا عني، بس اوعدك هذه اخر مرة. هذا انتو يا الرجال ما تعرفوا قيمة الحرمة الا لما تزعل وتروح بيت اهلها. انا اريدك تساعديني يا خالتي يوم ما علشاني وانا ولطيفة علشان خاطر ذلك الاطفال الصغار. لا والله تو عاد تفكر الأطفال، ها تو تفكر فيهم. يلا انكم يا رجال. وابوي 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 عليكم اقول لك. خلا انا سايره حيتهم، خلا شني على دربك. تفضلي يا خالتي تفضلي. يلا مالك بالصرخون؟ لما انت اضرب بريك اضرب بريك بالهداوة كذي اسلم عشان لا ادعم اللي قدامي. يا ابو الخير لازم لازم تحاسب من الاول. اسكت اسكت اسكت، وانا شفنا اسواقتك بغيت تقتلنا. انا اسواقتي زين اسواقتي، لكن من زمان ما اسوقت زين يا جماعة. يا الله يا الله ساعة تدريبكم خلاص خلصت بسرعة كذي. والله عندي ناس غيركم ينتظروني. وابوي وانت الدقب حط غيرنا؟ والله عاد هذا اذا ما عندك مانع. يعني عندي مانع ونص، ما دام اعطينك فلوس لازم تكون معانا لحد ما نطلع الياسنة. عز الله كديناها عجب. ابو الخير نعم كلم صاحبك كلمه. يا ثابت هدي خلي الريال يصير يشوف شغله. والله يا اخ ثابت انا عاد عندي شغل وزباين غيركم. كيف يعني متعقنا هنا تعقنا هنا؟ لا 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 ما وافق، لازم توصلنا لحد بيتنا. والله عاد ساعة تدريبكم خلصت هنا. ما علي يا ثابت يا اخوي ما علي، ترى الرجال يوم عدبناه معانا. احنا نتعلم بفلوسنا نتعلم بفلوسنا. بتنزل ولا انزل عنك؟ انزل وامر الى الله. لكن اسمع انت فكك قد اخذ من بيوتنا. ان شاء الله ابوي ان شاء الله برجعكم بيوتكم بعد مره ثانيه. ناس ما تكلم بعين حضره ما راح من انفسهم البقعه. هكذا الله يهديكم. ثابت ها انت غدا في المطعم هذا؟ انا جوعان انا جوعان. على حساب من؟ على حسابي. كيف على حسابك؟ مو انا ما عندي فلوس. ابوي راح ابو الخير خلاص خلاص جاي جاي.
هذا ما يكشف ابو خير، هذه ابتسامة الاستقبال. انت ما دخلت مطاعم فخمة مثل هذه؟ حقيقة لا، وانت؟ انا والله دخلت مرة واحدة، هذه مرة ثانية. هلا ابوي ما رد فاتر، رد اكل اكل. هذه ما قفاتها ابو خير، لا تكون غشيمة ثيالي، هذه فيه اكل الله يديك. الاكل. هاي ما فيه شيء تقول في ذاك الهين الاكل؟ ها مكتوب، قرا شوف مكتوبه. ما شاء الله، كل هاي الاكلات معهم؟ يلا اختار انت، اختار ترى بعد شوي باقي. زين انت كيف بتختار؟ انا ما اخترت عقلي. زين خلاص انا باكل انت تاكل. لو سمحت انا جيب لي برياني لحم واكتب عندك. كيف انت برياني اللي اخترته؟ عقبت ايش فكر؟ انا اريد مكبوس لحم. مليان لحم فيه، مكبوس ما فيه. مكبوس ما فيه، حطك برياني لحم مثلي. لا انا متعود اتغدى غدا عماني على كيفه. زين هات مصرون مالح. مصرون وط؟ قومي وط وط يا ابو الخير، ما في مصرون مالح. زين هات جاشع. جاشع ولا جاشع؟ مو جاشع، ماشي جاشع. حتى جاشع ما عندهم؟ اي حتى جاشع ما عندهم. زين يلا عوال. لا حول ولا قوة الا بالله، ماشي عوال ولا جاشع ولا شيء، ماشي هالاشياء ما موجودة هنا. انا اريد اعرف انتوا ايش عندكم، انتوا ايش عندكم؟ توم يام كوم، تشيكن تشاو تشاو، فلايت لايف. ايش قال؟ يا لطيفة خلي عنش هذا العناد، محمد وصل لهني وما يحتاج انش ترديه. يا بنتي مهما كان الحرمة ما لها مكان غير بيت زوجي. طيب ايش اللي يرضيك؟ ايش اللي تريدينه؟ الطلاق، الطلاق يا محمد، لانك ما قادر تفتح بيت لزوجتك واولادك. ايش هالاكل اللي كلناه؟ روحي ماشي بعد روحي. قول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بس ماشي بعد يا ثابت. انزيد تبغى زياده بنزيدك. حتى لو زدتني 10 صحون كلهن ما بشبع، المفروض تكون هناك اكلات عمانيه. ان شاء الله ان شاء الله يا ابو الخير، نخبرهم ونقولهم. ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ ما قصدي شيء يا ابوي، لا تاكلني. لا انت كلامك مسموم، كلامك تقصد شيء انت. انا اقصد ان مثل هذه الاكلات مطلوبه هنا. زين انا ما قلت ما يسوي ذا الاكل، يسوي ذا الاكل ويسوي اكلنا بعد. اكلنا احنا يسويه في بيوتنا وفي المطاعم، ليش ما يسووه؟ ما احنا اللي ناكل؟ ما كل واحد يريد مثل طلباتك انت. والاكيد اني ما انا الوحيد اللي يطلب مثل هذا الطلب. زين انت تقول لي ايش تريد؟ قاشع، مصرون، معصوق مالح، ايش باغي بالضبط قول؟ كل اللي ذكرته وزيد فوقه الهريس والمشخول. وناشدك، اناشدك بالله يا ثابت انك تتحرك في هاي المساله. ناشدني انا؟ نعم، المفروض تكون في المطاعم اكلاتنا الجميله هذه. اقول ابو الخير كان في مطعم موجود هنا يسوي الاكلات اللي قلت عليها انت، وليش ما وديتني عنده؟ سمعت ترى سكر شيء، فتحوا شهرين وسكروا. زين وليش؟ لازم ينفتح هذا المطعم. كيف ينفتح؟ قلنا لك ما حد جاه وخسر وسكروا. لا والله حشر. لا والله ابدا ابدا ابدا. شيء ماشي ما حشر. انا بعدني، انا قبل ادخل المطعم قايل لك الغداء على حسابي. سمعت له؟ هات هات. يا ربي 8 ريالات ثابت. حاسبهم بقى، حاسبهم بقى، راح اقصد دينه وبجيك. ليش يا ابوي؟ ليش قلت له ذاك الكلام؟ يستاهل، اللي ما يعرف قيمتك ما يستاهلك يا لطيفه. اولادي انت سكتي، سكت انت. لا يا ابوي انت كنت ممكن تتفاهم معه بطريقه افضل من كذا وتاخذ منه وعد وخلاص. انت الغلطانة يا لطيفة، ما كان المفروض اني شتركي بيتش. لا والله شاطرة، انا بغيت احسسها بقيمتها، ما كل مرة يزعلها ويجي يراضيها. انت بس لو تسمعي كلامي يا لطيفة وتتطلقي منه انا كنت بزوجك اللي احسن منه. لا يا ابوي كله ولا هذا الكلام، اللي مثلي عندها اولاد لازم تصبر. زهرة انت عندك حق، انا غلطانة لاني تركت بيتي، سامحني يا ابوي انا لازم ارجع بيتي، لازم لازم.
يعني هذا التاكسي هو اللي كون صداقتكم؟ اي نعم، هذا التاكسي بيدخل التاريخ، اللقاء التاريخي تم فيه. ابو الخير جالس تطنز علي ها؟ يعني صداقتي انا ما عجبتك؟ ما انت سمعت الحين انت بالله عليك من طرق اشوفك جالس تضرب الكلام انت اشوفك انا يا جماعه توكم زينين عدتوا ماشيين وتتنازعوا يا اخوي ما تتنازع بس هذا بروحه شاب لا ما شاب انا ما شاب لكن انت مقهور من المطعم اللي دخلناه واكله ما عجبك اي طبعا ما عجبني اقوم اكذب يعني ولا كيف انزعج من هنجي بلك مطعم في اكلات انت متعود عليها اللي متعود عليها انا وانت والاخ والكل بدل ما نجلس نفتح مطاعم تتفنن في اكل الغير نسوي اكلنا يا ابو الخير انا اعرف مطعم يسوي اكلات شعبيه الهريس والعرسية والدنقة وكل هذه الأشياء وأكيد بندو للأسف أيوة بندو وأبوي وأنت كيف عرفت أنه بندو؟ معروف أبوي معروفة الأولوية للبرياني والمصالح حرك أبوي سوق 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 صلاح أنا جاي من النوم أبغي أنام يلا معقولة يا ولدي يا فريد كل هذا المبلغ عشان سيارة؟ هذا أقل شيء لواحد عطاءه غير محدود هي بس يا ولدي أنا 8000 ريال ما عندي يعني إيش؟ تريديني أروح لعامل التاكسي؟ وبعدين أنا أول ما رجعت قلتيلي إن الخير موجود ولا مجرد تسويف لطلباتي؟ أنا كلامك هذا ما فهمتني يا ولدي الفلوس اللي كنت أرسلك إياها من الأرض اللي تركها أبوك بعتها وفلوسها راحت في دراستك البيت الحين على اللي يجيبه عمك وعلى هذه الماكينة اللي أشتغل عليها كنت أظن إن المادة تكون متوفرة معانا وتشكل بالنسبة لي مادة مساعدة للإبداع سمع سمع يا صاحب البدعة والإبداع زمان كانت أمك تصرف عليك الحين جاء الوقت إنك أنت تصرف على أمك عفواً هذا الكلام موجه لي أنا؟ لا والله هذا الكلام موجه للقدام والمطوف موجه لك أنت طبعاً أنا ما صدقت إن أبواب التميز انفتحت لي أنت ترجعني لغاياها بالترنمات المشيبة بالسخرية؟ مو مشيبة دي؟ تو انت فهمت المشيبة شاي دي؟ ها عوحدي مو دراني عنها؟ تو انت ايش فيك انت مو شايف نفسك؟ جالس تتكلم من بطنك؟ انا ما اتكلم من بطني انا اتكلم من عقلي اسمع بعدها صحح بعدها صحح انت يا انسان ما تعرف تتكلم مثل الناس؟ ارجوك من غير هذا الاسلوب وبعدين زين انه هذا صار لان انا صراحة كنت افكر جديا إني أستقل بنفسي وأترك البيت لا شيمة يا ولدي لا أنا ما صدقت إنك رجعت خليه يروح جالس مسوي نفسه علامة زمان ويخسرش روح أنت جنيت ليش خالي انت بقرارك هذا انا احكم عليك انك مجنون وضح ليش احنا ما قلنا شيء انك تشتغلني لكن البيت ليش تبنيني لاني مقيم هني لو كل واحد سوى مثلك ترك مكانه وبنى له بيت هني كان هذا المكان ما بيوسع وكل شيء بيغلى فيه هو فعلا كل شيء غالي البناء الاجارات الاراضي هذا انت قلتها بلسانك يعني البيت اللي بيكلفك هني 40,000 أو 30,000 وفي ولايتك بيكلفك 20,000 أو 17,000 خالي كلامك منطقي لكن انا اعيش هنا وانت ضامن انك تشتغل وتعيش هنا على طول الله اعلم اذا من الافضل انك تفكر في قرارك هذا زين يا بدر عفوا خالي انا طول عمري اسمع كلام ورايك في معظم الاحيان يفيدني لكن في هذه المسألة بالذات أنا لازم أسأل شريكة الحياة شريكة إيش؟ الحياة هلوك تنبض فيك حياة لا خلي ما أقصد هذا السريع أنا أقصد زهرة شريكة حياتي زهرة قول كذي من الأول على فكرة بدر لازم نروح لأبوها إنك أنت الحين جهزت كل طلباتك وعاد الحين ما بتكون عنده حجة ابدا صح لكن انت تعرف يعني اعتمد يا ولد اختي وراك خالك ابو الخير وهو خير سند والنعم فيك يا الخاء كنت اعرف انت هواجس تجي وتروح خلي عنك انت هاي الهواجس بعيد خلي عنك وايش خالي وربك يستر
رمضان ايش رايك فينا؟ بصراحه في فرق كبير بين اول وبين الحين الحمد لله. زين اقول لك رمضان ايش رايك في اسواقتي انا؟ زين كيف زين؟ اقول لك من احسن انا ولا ابو الخير؟ وحاليش السؤال عاد حاليش؟ ولا عشان نزاعه؟ وابوي حال مو نتنازع، احنا ابوي في مدرسه في ناس زينين وناس لا، حتى في السواقه بعد اي نعم في رقم واحد وفي رقم الف وكم نوبه. هو في الحقيقه يعني الاخ ثابت ايه سياقتك زينه. سمعت سمعت، لكن سياقه ابو الخير احسن. وابوي كيف يعني احسن؟ قلنا لك ما رضيت. يلا عاد الحين خذ لك عاد خذ لك. لا 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 هذا ظلم وانا ما اقبل بالظلم بتاتا. وايش هاي الظلم اللي تقول عليه يا ثابت الله يهديك انت؟ هذا يغشنا ابو الخير. انا اغشكم؟ اي نعم تغشنا. استغفر ربك يا رجال. استغفر ربي واتوب، لكن انت غشاش. كيف يغشك؟ كيف؟ اقول لك كيف. هو ما قال انك انت احسن مني؟ قال ولا لا؟ قال. انزين كيف انت احسن مني؟ ترى احنا متعلمين مع بعض ودافعين فلوس مع بعض انزين ونتعلم كل يوم مع بعض وفي نفس الوقت، لكن هذا الانسان يعطيني انا معلومات غلط، هذا غشاش. والله عاد شوف انا يعني يا رمضان خلي عنك هذا الحين صاقعت ان الشمس قام يخرف. خلاص مش توكل. عموما احنا اليوم بنتدرب في الدرامات. السلام عليكم يا سعد. وعليكم اهلا وسهلا، زارتنا البركة. بس اللي زايرتنك أصيلة ما البركة. أعرف أنك ما تحب تشوفني، وأعرف أنك تظن أني عصي عليك بناتك، وأعرف زين أنك تعرفي كل هذا بعد. إيه بس بغيت أقول لك لا تنسى أن بناتك يصيرن بنات أختي المرحومة زينب، تتذكر يا سعد؟ أنت إيش تريد تقولي بالضبط؟ بغيت أذكرك كيف كنت لما بغيت تتزوج المرحومة زينب، ومن اللي ساعدك حتى تتزوجها. كيف يعني؟ بتسمعيني على جميل سويتيه؟ حاشا لله يا سعد، ما أسمعك، بس بغيت أذكرك. أنا ما نسيت يا أصيلة علشان تذكريني. لا والله يا سعد نسيت. بناتك عشان يتزوجن لازم يكون الزوج غني، ما المهم هو إيش، المهم بس تكون عنده فلوس. بترجع مرة ثانية انتي لنفس السالفة؟ انا رايح شغلي بتأخر. لاحق على تجارتك يا سعد لا تخاف. بغيت بس اقول لك ان بناتك تزوجن وهن كبار، والحظ ساعدهن وتزوجن. زهرة يمضي بيها العمر يا سعد، المفروض انك توافق على الانسان اللي هي رايتنه. وانا ما قلت لا يا اصيلة، بس نفذ اللي طلبته منه. قصدك اللي عجزته بيه؟ هذه طلبات كانت قدامك وما قدرت عليهن لما جيت تطلب ايد المرحومة، قمت تشتكي. يا أصيلة هذاك زمان وهذا زمان. بس انت عايش على هذاك الزمان يا سعد. الظاهر رسالتش طويلة انت، انا رايح شغلي. اسمع اول اخر كلامي، اتمنى انك تفكر. مثل ما زوجتك اختي قادرة أزوج بناتها، وانت تعرف أنا إيش أقصد يا سعد. هان درامات قدامكم على اتجاهين يمين وشمال، وسويوا مثل ما يسوي هذاك الأخ هناك، سوي كمان. إيه خير، انت ايه بتصير عنا؟ أنا عاد شوية بروح مع الجماعة أتسلى شوية. أبو كيف توه مع الجماعة؟ علمنا شوية. توعد علمنا، وديك الساعة تقول يا عجب أعرف. أنا صحيح أعرف، لكن يبغالي زيادة. يا أخي رمضان إحنا أخوي ما متعودين نرجع بالسيارة لورا، نخاف ندعم. لا تكون خاف، قول عن نفسك بس. كيف يعني أنت ما بندعم؟ أنا كما كنت أنا كما كنت. زين أبو رمضان سيف رهي مع أربعتك وإحنا بنعابر السيارة، ما يهمك. يلا عاد يلا ثابت. بدأ انت. بدأ مين بدأ؟ ده انا ابدأ. ليش ما ابدأ؟ انا ابدأ مو كما كنت انا. يلا اقول ابو الخير. شي مكان هيك شي، لا تسعني بعيد، شاور لي خلي قريب مني شي. يلا بطل يلا اركب اروح اسوق انا.
سير. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل. أبداً ما دام خالتش معش. أتمنى يا خالتي أن أبوي يغير رايه ويوافق على بدر. إذا ما غير رايه بتتزوجيه غصباً عنه. لا 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 يا خالتي، هذا اللي أنا ما أريده يصير. يا زهرة، أبوش عنيد وما حد يضمن أفكاره يا بنتي. ولو يا خالتي، أنا بعد عندي أمل أن أبوي بيتغير. وبعدين صراحة أنا ما أقدر أتصرف مثل هذا التصرف، اصلا ما زين في حق ابوي وحق نفسي. ولا تنسي يا خالتي، مهما كان هذاك ابوي، الله ان شاء الله يكملش بعقلش يا بنتي. يلا انت احسنتي، انا اخرتش عن شغلي. لا لا يا خالتي، لا تقولي هذا الكلام. شفتي فريد ولد خالوتش؟ وينه؟ هك هو فريد. تعال تعال فريد. يا فريد شيبتني. فريد، شفت بنت خالوتك زهرة؟ اهلا زهرة. اهلا فريد، وليش كذا كلامك قاف ولا كأنك تربينا مع بعض؟ لا ما في شيء، عادي عادي. اقول فريد، ان كان باغي تصير الشغل خلي زهرة توصل لك على دربها. زين زين. يوم يلا. تفضل يا فريد، بوصلك على طريقي. يلا في مال. يلا خالتي مع السلامة. الله يسلمك. اشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا عدتوا خلوا بالكم على اعماركم. أحسنت أحسنت أبو الخير، هذه اليوم ثالث مرة تدخل الدرامات صح. شكرا يا مدرب شكرا. ثالث، تعال دورك. لا لا خلاص خلاص، ما قيت ما قيت ما قيت. كيف يعني ما تريد؟ تراك لازم تحاول تنجح، وإذا ما حاولت الحين تراك بتسقط في التراي. اسمع، تراني بغير سائق ثانية. يا ثابت هدي أعصابك يا أخوي، الله يهديك، هدي أعصابك، ما صار إلا الخير. أنت ما تشوفه هذا؟ ما تشوفه قاسي فاول اللي بالسقوط؟ ما تشوفه؟ أبوي أنا آسف، أنا آسف، يمكن خان التعبير، وأنا والله مستعد أبوس لك راسك. دوكا والله هذين الناس ما راحمين أنفسهم أبدا، لازم واحد بس ينهقهم. دوكم أبو الخير. تك عصاتي شوية. رايح أنا. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. رمضان، رمضان، إيش يا رمضان؟ يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير؟ يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير؟ يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ صلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير، بيستمر أبو الخير. وصاحبه منبر أمره غريب ما ينقلي، بكرة يشوف معكم نطوف، بكرة يشوف معكم نطوف. معكم انتو في دولة ما
أبو الخير هذا هو 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 أبو الخير هذا هذا هو أبو الخير هذا أبو الخير يلقاكم بكرة بالخير.